السلام عليكم واهلا بكم في الفيديو التاسع lesson 9 درس التاسع اللي هو عبارة عن راوند اب مراجعة للفصل. كل هاي الفقرات الموجودة هنا احنا ماخذيها وشارحيها بالتفصيل، فقط راح ننتقل عدي للتمارين مهمة اكو بالنشاط. هاي التمارين اللي هو lesson 9 درس التاسع هنا صفحة 10 عندي، مثلا A يقول write words that mean the same، المعنى يعني مرادفات. مثلا الاولى famous مرادفها well known مشهور، ايضا ماخذينها. a present هدية gift، a piece of advice نصيحة مرادفها opinion رأي opinion. زين for not shy غير الخجول، not shy غير الخجول شنو هو؟ confident واثق. a piece of writing، a piece of writing قطعة من الكتابة شنو نسميها؟ article مقالة. a fun story قصة مضحكة، funny short story قصة قصيرة مضحكة اللي هي joke نكتة. هاي بالنسبة لأي بي عد يقول ايضا write the missing letters in these words، اكو احرف مفقودة هنا لازم ارجعها. مثلا الاولى جايتني هاي هنا team، team معناته فريق فلازم e a. two poetry شعر، فهنا المفقود شنو؟ O والE صير بوتر شعر. 3 كارتون دبل O كارتون. 4 مين، مين الفعل مين معناتها يعني فإي أي. الخامسة انترفيو آي إي انترفيوز مقابلات انترفيوز. بالون أيضا هذا المنطاد اللي هو هنا دبل O الأحرف المفقودة. زين بقى عندنا هذا التمرين اللي هو دي صفحة 11. write the paragraph with the correct punctuation، يقول اكتب هذه المقطوعة بالتنقيط الصحيح. مثلا نورا اند دانا، هنا ذولا اسماء، اسماء اشخاص نورا اند دانا، فلازم الاحرف تكون، لازم الاحرف بداية الاسم بحرف كبير. نورا اند دانا wrote stories for the class magazine، كتبوا نورا ودانا كتبتا مقال قصص for the class magazine لمجلة الصف. هنا انتهت لازم نقطة. تبدأ الجملة لازم بكبير both، لازم هنا البي كبير. both stories كلا القصتين are very good جيدة. فارزة لأن هنا عندي but لازم قبل البت فارزة. but the editor says لكن المحرر قال she can only print، هي تستطيع فقط طباعة واحدة only one، تستطيع طباعة قصة واحدة. هنا نقطة. ال which أيضا هنا W لازم يبدو كبير، ف which of the girls أي من الفتاتين، which of the girls stories أي من قصص الفتاتين will the team choose، سوف يختار الفريق. فهنا سؤال هذا لازم بالأخير علامة استفهام. عندي هاي I think الآي أينما وجد لازم كبير. I think نوراز، نورة هو مخلي ليها كبير بس جاي نوراز هنا S التملك يقصد القصة مع نورة فلازم أخلي فارزة للأس، وبما أنه نورة مفرد فالفارزة وين صارت؟ قبل الأس. I think نوراز is the best، هنا فارزة سارة سد، يعني احنا قلنا هذا كلام مباشر، وايضا هذا الكلام اخليه بين تو كوتيشنز يعني بين خطين صغار. بداية الكلمة everyone agreed، هنا ال everyone لان بداية كلام فلازم نقطة. everyone agreed so نوراز، نورة هنا لازم بالكبير لان اسم شخص، وايضا نوراز ستوري اس التملك قصة نورة لازم فارز الاس التملك، وايضا قبل الاس. will be in the magazine سوف تكون في المجلة بالاخير لازم نقطة. تمرين read the answers below and write the questions، اقرأ الاجابات اللي موجودة ادناه واكتب اسئلة، فمنطيني اجابة ويريد مني اسئلة. I go swimming 3 times a week، أنا أذهب للسباحة ثلاث أوقات في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع.
فهو مطيني الأجوبة ويريدني أني أسوي له سؤال. يعني هو بما أنه قايل أنا أروح 3 مرات للسباحة في الأسبوع، يفترض أني شنو السائلة، شنو السؤال؟ فالسؤال شنو هو؟ How often، كم عدد المرات؟ فلازم أقول له How often do you go swimming؟ How often do you go swimming؟ كم عدد المرات التي تذهب بها إلى السباحة؟ فهو مجاوبني. الثانية لو أقرأ الجواب يقول I have been to Egypt، أنا زرت Egypt، مصر، Spain، إسبانيا، and Kuwait، والكويت. زين هو قال لي أنا زائر ذول البلدان، لازم أنا شنو السؤال اللي سأله؟ Which countries have you been to، أي البلدان زرت؟ ثلاثة قال لي I speak Arabic، أتحدث العربية، English الإنجليزية، and French والفرنسية. هو قال لي يفترض أنا شنو سأله؟ Which language do you speak؟ أنا قايل له which language do you speak، أي اللغات تتحدث؟ لذلك إيش قال له هو؟ I speak Arabic، أنا أتحدث العربية، English الإنجليزية، and French والفرنسية. هذا كل ما يتعلق بلسن 9، وإن شاء الله نشوفكم في الدرس العاشر.